مرحبا يا أصدقاء، معكم هوديني اف اف في فيديو جديد. في هذا الفيديو يا أصدقاء، لأول مرة تطبيق جديد للعب بالماوس والكيبورد. هذا التطبيق تم تنزيله على بلاي ستور مؤخرا، ولذلك أنا أول شخص سوف يشرح لكم هذا التطبيق في اليوتيوب يا أصدقائي. كنت نزلت لكم طريقة تفعيل هذا التطبيق، لذلك الآن سوف أريكم كيف ترتبون الإعدادات وكيف تستخدمون إعدادات هذا التطبيق. تابعوا الفيديو للآخر يا أصدقاء، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. الكثير منكم يشاهد الفيديوهات الخاصة بي لكن لا يشترك في القناة، لا أعرف لماذا. إذا كنت تشاهدني لأول مرة لا تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس، وجميع الروابط سوف تجدونها في أول تعليق وفي صندوق الوصف، ورابط الإنستغرام لو واجهتم أي مشكلة يا أصدقاء. أول شيء يا أصدقاء سوف ندخل إلى الإعدادات سيتينج هنا، ثم سوف نضغط على هذه الأيقونة، ثم سوف تظهر لنا هذه الخاصية. هنا لدينا ماوس سنسيبيليتي، وتعني يا أصدقاء حساسية الماوس، يعني يمكنك زيادة سرعة الماوس من هنا من خلال زيادة حساسية الماوس، وكذلك يمكنك أن تجعلها منخفضة من خلال يعني أن تنقص سرعة الماوس. وكذلك هنا لدينا ماوس بوينترسيز، وهذه يعني تتعلق بحجم هذا الأيقونة تبع الماوس التي تظهر لكم في الشاشة كما ترون، يعني عندما ترفعونها تظهر بشكل كبير، وعندما تصغرونها تظهر بشكل صغير كما ترون يا أصدقاء. هنا وهنا يمكنكم يعني اختيار يعني كيف تريدونها ان تظهر، هل تظهر يعني باللون الاسود او باللون الابيض. ثم بعد ذلك يا اصدقاء سوف نعود ثم نضغط على هذه الايقونه، ثم ننقر هنا، ثم سوف تصعد لنا اعدادات تبع جي جي ماوس برو. هذه الاعدادات سوف تصعد لكم يعني مرتبه، لكن ان لم تصعد لكم مرتبه يمكنكم فقط انتم يعني ان ترتبونها حسب ما تريدون، وحاولوا ان تصغروا اعدادات فري فاير وترتبونها من جديد. كما تروي اصدقاء هنا لدينا زر الانالوج، سوف نضغط عليه ضغطتين يعني ضغطتين متتابعين، ثم سوف تظهر لنا هذه الاعدادات الخاصه بالانالوج، يمكنكم التحكم فيها يعني كما تريدون. انا سوف اضع نفس الاعدادات يعني التي جاءت مع التطبيق، الاعدادات نفسها لن اغير اي شيء منها، فقط هنا يمكنكم زياده سرعه الانالوج وكذلك يمكنكم جعلها منخفضه. انا سوف اترك الاعدادات كما هي كما اتت مع التطبيق، لن اغير اي شيء، وحاولوا انتم ايضا لا تغيروا الاعدادات. ثم يا اصدقاء سوف نذهب الى زر الاطلاق، سوف اريكم كيف يعني تتحكمون في زر الاطلاق. سوف نضغط عليه هكذا، ثم يا اصدقاء سوف تصعد لنا الاعدادات الخاصة كما تروا يا أصدقاء. هذه هي الإعدادات التي وضعتها أنا في التطبيق، حاولوا أن تضعوا مثل هذه الإعدادات لكي لا تواجهوا أي مشاكل. وكذلك سوف نمر إلى هنا، كذلك ضعوا الإعدادات مثل هذه. وكذلك يا أصدقاء هذا كل شيء بالنسبة لزر الإطلاق. ثم يا أصدقاء لدينا زر الزوم، سوف نضغط عليه هكذا، ثم سوف تصعد لنا هذه الإعدادات الخاصة، سوف نضعها على الخاصية الثانية كما ظهر لكم يا أصدقاء. ثم سوف نقوم بحفظ الإعدادات كما تروا يا أصدقائي، تم حفظ الإعدادات بنجاح. لو خرجتم أي من التطبيق أو من اللعبة وعدتم إلى التطبيق لن تحذف معكم الإعدادات، ليس مثل باقي التطبيقات الأخرى كنا نجد مشاكل معها، لأن كنت عندما تخرج من التطبيق تحذف لك الإعدادات، وعندما تعود إلى التطبيق تعود من جديد يعني ترتب الإعدادات وكل تلك الأشياء. في هذا التطبيق لن تجد هذه تلك المشاكل. ثم سوف نقر على هذا الزر بشكل مطول، سوف تصعد لنا الإعدادات. حاولوا أن ترتبوا الإعدادات يعني مثل ما سوف أرتبها الآن، حاولوا أن تضعوا هذه على كليك يا أصدقاء، ثم تضغطون إيديت، ثم بعد ذلك يا أصدقاء سوف نأتي إلى الأسفل، حاولوا أن لا تغيروا أي شيء من هذه الإعدادات، ثم سوف تأتون إلى الأسفل وتفعلون هذه الخاصية، ثم سوف نضغط دون، سوف يصعد لنا هذا المربع، حاولوا أن تضعوا هذا المربع بشكل كبير، تحاولون أن تكبرون المربع، ثم تضعونه ما بين زر الإطلاق والأسلحة كما تروي أصدقاء. سوف نضع يعني المستطيل هنا كما تروا، حاولوا أن تكبروا المستطيل وتضعونه بين زر الإطلاق وأزرار الأسلحة لكي لا يقع لكم مشكل بلوك ماوس، وكذلك الأنالوج يعني تكون مشكل أنالوج، لأن في التطبيقات السابقة كان يكون عند الشباب مشكل أنالوج، لذلك حاولوا أن تضعوا المربع لأن ذلك المربع يتحكم في تحرك اللاعب ولا يخرج على ذلك المربع. هذا كل شيء. ثم يا أصدقاء سوف نضغط هنا على هذه الخاصية، سوف يصعد لنا إعدادات الخاصة بها، ثم نضغط إيديت ونأتي هنا إلى لوب، نفعل خاصية اللوب، ثم يا أصدقاء نأتي هنا وننقر على إيديت
سوف تصعد لنا هذه الواجهة، ثم نضغط Add دي، ثم نضغط Edit Position، ثم نأتي بهذه ونضعها على زر الرقصات يا أصدقاء، ثم نعمل حفظ. وبعد أن نعمل حفظ سوف نأتي هنا نضع 10%، ثم نعمل Done، ونأتي على هذه هكذا، يعني نختار رقصة برقم واحد أو الرقم الذي أضفتمه أنتم، ويعني تضغطون على الرقصة بالماوس، وهكذا يمكنكم تشغيل الماكرو تبع الرقصات في Free Fire. بالنسبة لكيفية تشغيل الرقصة بسرعة، حاول أن تضغط على رقم واحد في الكيبورد وتضغط على الرقصة التي تريدها بالماوس، وبهذا الشكل سوف تكون شغلت الماكرو في Free Fire يا أصدقاء. ثم سوف نعود إلى إعدادات وأريكم بعض الأشياء الأخرى. سوف تدخلون هنا، ثم سوف تأتون إلى إيديتور يا أصدقاء. سوف نأتي إلى الأزرار التي موضوعة فوق الثلج، سوف نأتي إلى ماكرو، ثم نضغط إيديت، ثم نضغط أدي دي مرتين، تصعد لنا هذه الخاصيات على شكل مرتين يعني متكررة، ثم نضغط إيديت بوزيسيون، سوف يأتي بنا هكذا الرقم الأول نحطه على الثلج، والرقم الثاني نضعه على زر الجلوس، ونعمل حفظ كما تروي أصدقاء، وهنا سوف نضع 10%، وبالنسبة للخاصية الثانية سوف نضعها على 40. هكذا يا أصدقاء يمكنكم نقص من هنا، يعني عمل ناقص، حتى تصلون إلى 50 أو 49. وبهذا الشكل يكون اشتغل معك ماكرو تبع الثلج. يمكنك وضع الثلج وأن تجلس، يعني وضع الثلج وأن تجلس هكذا يا أصدقاء كما تروا، وسرعة جد جد رهيبة مثل أنك تلعب بالحاسوب. هذا كل شيء يا أصدقائي في هذا الفيديو، أتمنى أن تكون يعني الإفادة وصلتكم وتكونوا فهمتوا كل شيء الذي شرحت لكم في هذا الفيديو. لا تنسوا دعمي باشتراك ووضع لايك ووضع تعليق تحفيز. وبالنسبة للتطبيق سوف تجدونه في بلاي ستور، اسمه جي جي ماوس برو، تطبيق مرخص من بلاي ستور، لا يبند الحسابات، فقط نزلوه ويمكنكم الدخول بحساباتكم الأصلية، لن تجدوا فيه أي مشاكل. كذلك يمكنكم من لعب وضع المصنف ولعب باقي الأوضاع الأخرى يا أصدقاء. هذا كل شيء في هذا الفيديو، أتمنى أن تكونوا تعرفتم على جميع المعلومات التي قلتها في هذا الفيديو، ومع السلامة يا أصدقاء. كان معكم هوديني FF.